وفي الحقيقة فرحة العيد لا تكتمل إلا مع الأطفال. في كل عيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحرص جدا إن هو يلتقي بأبناء الشهداء، وإن هو يصلي معاهم العيد، وإن هو يوصل رسالة لكل المصريين إن مصر باقية، وإن وجود القيادة السياسية مع هؤلاء الأطفال طبعا هو مش هيعوضهم عن ذويهم، ولكن في النهاية هو رسالة لكل مصري بأن القيادة السياسية موجودة في كل المواقف. في الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي صلى النهاردة صلاة العيد مع أبناء الشهداء في مسجد مصر بالعاصمة الإدارية، وهو أحد أهم المساجد اللي اتبنت مؤخرا في العاصمة الإدارية الجديدة. خلينا نشوف فيلم تسجيلي بيستعرض أهم ملامح هذا المسجد، ونرجع نكمل فقرتنا معكم في صباح الخير يا مصر. لكل مدينة روح، وروح العاصمة الإدارية هو مسجدها، وفوق أعلى تبة فيها يتبني هذا الصرح الإسلامي الثقافي الضخم بأكبر إمكانيات وأفخم طراز، عشان يكون هدية مصر لشعبها وللعالم الإسلامي أجمع. من ساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة هاخدكم للمركز الثقافي الإسلامي مسجد مصر، المسجد الأكبر في مصر، واللي بيعد ثالث مسجد في العالم من حيث الضخامة بعد الحرمين الشريفين. بيت ربنا على مساحة 476 ألف متر تتنزل فيها الرحمة وتعمرها الملائكة. هذا البيت العظيم يقدر يصلي فيه 137 ألف مصلي وعابد وطالب علم. ومن بين الجناين والنور ندخل عبر الممر الرئيسي لصحن المسجد. وأول حاجة تاخد عينيك مأذنتين في قمة المهابة، كل مأذنة ارتفاعها 148 متر، وصوتها الجميل يوصل السماء بالأرض. وتحت المآذن ترى قباب المسجد كعقد من اللؤلؤ، بيحيط بالقبة الكبيرة الرئيسية اللي بتعد من أكبر 10 قباب في العالم. ومع كل خطوة لبيت ربك ترفعك درجة وترى عظمة مداخل المسجد الثلاثة. لكل مدخل ثلاث أبواب بارتفاع 6 متر لكل باب، مصنوع يدويا من الخشب بحشو نحاس، تحفة فنية إسلامية. ومن هنا يدخل العباد وطلاب العلم من كل مكان في العالم إلى ساحة مولاهم من أوسع الأبواب. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وفي وسط هذا المسجد العظيم اللي بتنوره أكبر نجفة في العالم، هنقف عشان نشوف أرقى صور العمارة الإسلامية. إن الله جميل يحب الجمال. كل حيطان المسجد من الرخام الطبيعي بزخارف إسلامية، وعلى قبب المسجد اتنقشت أسماء الله الحسنى بأجود أنواع الزينة المطعمة بالذهب، والأسقف الخشبية تحفة معمارية
مصنوعة من خشب الأرو المتعشق يدوي بزخارف من كل العصور الإسلامية اللي بيزينها النجف المصنوع من النحاس المطلي بالذهب، والشبابيك والأبواب بخشبها وزجاجها المعشق، كل ده بأيادي مصرية لأن الله جميل يحب الجمال. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. منبر الإمام. المنبر ده من أكبر المنابر الخشبية في العالم، مصنوع يدويا من أفضل أنواع الخشب برائحة عطرية قوية طبيعية، إن شاء الله يكون من أكثر المنابر نشراً للعلم والهداية والمحبة. وحوالين المسجد 60,000 متر من الرخام الأبيض اللي بيجمع كل طبقات الشعب في الصلاة والأعياد والمناسبات، وتستقبل طلبة العلم والعباد من كل أنحاء العالم. ومن أجمل تصميمات العمارة الإسلامية، يحيط المسجد رواقين من الشرق والغرب زي أعرق المساجد الإسلامية في العالم. الرواقين بيمتلئوا بالمصاعد والسلالم الكهربائية اللي بتيسر على المصلين الوصول إلى ساحة المسجد. وأجمل ما في الساحة الخارجية للمسجد مبنى السبيل، 24 حنفية مية ساقعة لخدمة وارتواء زوار المسجد. وزي ما المسجد مكان للعبادة والعلم والهداية، كمان جميل جداً تكون مناسباتنا وأفراحنا في بيت ربنا. 4 قاعات للمناسبات والأعياد بخدمتها تسع لمئات الأفراد، منها قاعة لكبار الزوار، بحيث يكون هذا المركز الإسلامي ملتقى أعيادنا ومناسبتنا في رحاب الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي المركز الثقافي الإسلامي مركز تجاري ومحلات لخدمة العباد والزوار وطلبة العلم من كل مكان في العالم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. المصحف نور الله المقروء، وهنا في دار القرآن ذكر الله الحكيم في أبهى وأقدس سورة. بعينك ولسانك وقلبك تقدر تقرأ وتشوف وتسمع القرآن الكريم كاملاً، أيوة كاملاً، من خلال هذا المكان العظيم. 30 غرفة ب30 جزء من القرآن الكريم، كل غرفة منحوت عليها جزء كامل من القرآن، منحوت بأيادي مصرية، تقدر تقرأ وتحفظ القرآن من على الجدران لأنه مكتوب بخط جميل وتشكيل واضح. وفي كل غرفة في أجهزة لو عايز تستمع للقرآن تقدر تختار القارئ الأقرب لقلبك، وكأنها 30 روضة من رياض الجنة. ولأن الإسلام دين السماحة والمصريين عبر الزمن فهمهم صحيح ووسطي في دينهم، عشان كده هنا هتلاقي ركن لآيات من 3 كتب سماوية المقدسة، التوراة والإنجيل والقرآن الكريم، وده بيأكد على سماحة الإسلام وتقبله للآخر واحترامه لجميع الشرائع السماوية. كان صعب نوفي المسجد حقه أو نبرز حجم المجهود اللي اتعمل، لكن جزى الله خيراً كل إنسان ساهم في بناء هذا الصرح الإسلامي الثقافي الفخم اللي كل دعوة فيه أو ركعة
أو سجدة هتزيد بلدنا بركة وإيمان وتدخلنا في حصن حصين من ربنا يملأنا بالأمن والقوة والعزيمة، وإن شاء الله هيكون مزار عالمي لا يقل عن دور العبادة المنتشرة في دول العالم واللي بيقصدها العباد والسياح من كل مكان. ألف مبروك على شعب مصر، مسجد مصر.